انت تطلع عليه. فقرتنا هلا مع رزان، رزان رح تفرجينا قد ايه قياس الصحن الصحي وكيف نقسمه بوجبات الغداء على كل الاسبوع بانواع مختلفه لضلها دائما حسب السعرات الحراريه المطلوبه والقيمه الغذائيه الافضل لصحتنا. صباح الخير رزان. صباح الخير، كيفك رندا؟ حبيت اليوم في العاب. بدي العبك. لا رندا، هلا نحن بتعرف في مسابقه غذائك صحتك، هلا عم ناخذ بريك صغير ورح نبلش ان شاء الله المسابقه الجديده، ورح يكون فيها كثير اشياء جديده واشياء احلى. مفاجأة لسه عم نحضرها، فما رح نعلنها إلا لنرتبها. فعشان هيك هلأ بهاي الفترة رح نضل بنفس نطاق الوجبات والوزن والأكل الصحي، ورح نحكي كيف حكينا الأسبوع الماضي عن وجبة الفطور، كيف نقسم 7 أيام فطور مختلف ويكون فطور صحي. اليوم بدنا نحكي كيف نقسم الغداء، الغداء وجبة الغداء أو بمعنى آخر الوجبة الرئيسية، لأنه في كتير ناس بتكون وجبة الغداء عندهم بالليل على الساعة 5. يعني مو شرط الغداء أني لازم أخده بس بفترة الظهر، ممكن أنه يكون متأخر شوي، إنما هي الوجبة الرئيسية اللي بدنا نأخذها يوميا. إذن هلأ نحكي على الوجبات اليومية، يعني أنه كيف هي لازم تكون، ومنبلش نشوف أول سلايد. أوكي. نحكي على الوجبات اليومية. وبعدين بدنا نشوف مع بعض الوجبات. هلا هون عم بتفرجينا كيف تقسيمهم بالضبط. ضروري نعرف قبل ما احنا قلنا كيف نوزع نهارنا، بنوزعه على 3 وجبات رئيسيه ووجبه او وجبتين سناك حسب وقتنا كيف بيسمح. فعشان هيك دائما لازم نقول انه في عنا وجبه فطور، وجبه رئيسيه او اللي هي وجبه الغداء، وجبه العشاء او اللي هي الوجبه الثانيه. ال 25% هاي قد ايه بتشكل من السعرات الحراريه. وجبه الافطار لازم تشكل 25% من وجباتنا اليوميه، ربع تقريبا كلها الصبح، لأنها هي وجبة مهمة. وجبة الغداء بتشكل 40% لأنها هي رح تكون الوجبة الرئيسية. وجبة العشاء بتكون أخف شوي، بتكون 20% من وجباتنا اليومية. والسناك بغطي 15% طبعا بلس ماينس، يعني ممكن في ناس مرات يكون الفطور 20% والسناك 20%، بس إنه أهم إشي النسب تقريبا يعني تكون كيف موزعة العشاء على الفطور والغداء أكثر، والغداء الوجبة الرئيسية والفطور أكثر من العشاء دائما، عشان إحنا بحاجة لإله بعد فترة الليل اللي احنا مش ماكلين فيها، وبتيجي بعدين فترة النهار فبيكون فترة اكبر. هلا بعد هيك بنقول الوجبة الرئيسية اللي هي اليوم بدنا اكثر شيء نحكي عنها. هلا الوجبة الرئيسية اللي في هي سلايد هلا عنا للوجبة الرئيسية. خلينا نشوف قلنا انه الوجبة الرئيسية اللي هلا احنا مع موضوعنا هو اليوم. رزان. اوكي. الوجبة الرئيسية لانها اكبر وجبة فهي رح تشكل تقريبا 40% من سعراتنا الحرارية او من الطاقة اللي احنا بدنا نتناولها باليوم. يعني اذا احنا بنقول الشخص بده يتناول عادة 1500-1800 سعرة حرارية باليوم، بدها تكون الوجبة بين 500-700 سعرة حرارية كوجبة رئيسية. وهاي المعلومة كتير مهمة رندا، خاصة للأشخاص اللي بتناول وجبات خارجية. يعني هلأ كتير المطاعم بلشت تحط أكتر الوجبة الرئيسية قدي سعرتها. يعني أنا ممكن ألاقي وجبة خارجية السعرات فيها 1500 أو 1200، فهون ببدأ أنتبه أكتر وين عم بيصير كمية سعرات حرارية العالية بوجبة واحدة. وما لازم كمان حتى لو أنا كل نهار بكون مش ماكلة أكل بس وجبة واحدة كبيرة، وهذا اللي هلأ نبدأ نحضر في لرمضان كمان، انه ما حتى لو نحن وجبه الافطار هي وجبتنا الرئيسيه، لكن لازم كثير ننتبه انها ما تكون كل السعرات فيها، لازم نوزعها على سحور، على سناك بالليل قبل ما ننام، لحتى نوزع برضه السعرات ما تتعدى النص ماكسيمم او حد اقصى من الوجبات. لانه كثير ناس رزان بيقولوا انا ما باكل، باكل وجبه باليوم بضل عليها لتاني يوم. طبعا غلط. طبعا غلط، لانه اول شيء المعده ما عندها الانزيمات الكافيه بالطاقه الكافيه لتهضم كل سعراتك بوجبة واحدة، ولا حجم المعدة، عشان هيك بتحسي في خمول كتير بعد ما تتناولي هاي الوجبة وتعب. لازم يكون موزع بخلال النهار. ونوعية الأكل كمان لما بتكون موزع خلال النهار بتحصلي على فيتامينات ومعادن، وزي ما حكيتي بالبداية قيمة غذائية كتير أعلى وكتير أحسن. هلأ اليوم أنا حبيت أول شيء هذا الصحن لفت نظري، لأنه مكتوب عليه right sized portion plate، يعني هلأ أنت عم تقولي أنه هذا أفضل قياس. طبعا يعني لما نشتي صحون الأكل كل ما كانت أكبر كل ما انفجعنا أكتر. هلأ مش شرط بهذا الحجم رندا، بس زي ما قلتي كنت عم بتقولي لي بدك تغيري طقمك. هلأ أغير طقمي كتير كبار، قلت أنا عشان عجد أغيره. صح. قلت ليش ما أشي بصحون أصغر شوي، يمكن بصير واحد يحط أصغر. منطقي. هلأ شوفي بوقت العزايم والهذا بتحسي أنه الصحن بيكون أكبر، لكن
بالاشياء العاديه بده يكون معتدل. هلا اهم شيء بهاي البورشن اللي انا عم بحكيها رندا انه كيف بدنا نقسم وجباتنا. يعني اهم شيء الصحن اللي عندي عن اللي عندي. هذا للاطفال هيك في اشياء ملونه بس هو نفس الشيء انه يعني الفواكه لها والخضره عيون. لكن طبعا بشكل عام الكبار والصغار لازم ياكلوا نفس الشيء. بتتذكري رندا قد ايه دائما كنا التغذيه كثير مرتبطه بالهرم الغذائي، بس نحن هلا تطور الهرم الغذائي وصار عندنا اسمه التشوز ماي بليت او الصحن الغذائي. خلينا نحكي هلا الفكره بالصحن الغذائي انه كيف احنا بدنا نقسم وجباتنا، لانه نحن بناكل من صحن ما بناكل من هرم. فهو نفس المبدا انما الناس اقرب لها. لما انا بقول لك بدي لما بدي اقول لك بدك تاكلي هرم غذائي ما رح انت تستوعبيه كثير، بس لما بقول لك بدك تاكلي الصحن زي هذا الصحن اللي هلا ممكن يطلع علينا عنا على الشاشه كيف انت بدك توزعي صحن. فهذا الصحن هو المبدأ الرئيسي للتغذية، إنه نحن بنحاول نقسم الصحن بالنص اللي يكون ربعه خضار أو حتى ثلث ربعه خضار خلينا نقول، والفواكه الربع الباقي، وكمية الخضار أكتر من كمية الفواكه. يعني حصص الخضار بدها تكون 3-5 وحصص الفواكه بدها تكون حبتين تقريبا يوميا. الحبوب بدها تشكل كمان الربع الثاني من الصحن، والبروتين بده يشكل الربع الباقي. وطبعا ما بننسى الحليب أو مشتقات الحليب زي اللبن كمان، لأنه عم نحكي عن وجبة غدا. إذا أنا بهاي الطريقة وزعت صحني يبقى أنا أول شيء حصلت على القيمة الغذائية الصح وعلى الكمية الصح من الوجبات. حلو. هلا نحكي بأنواع. كيف أنواع. بدنا شو بنقدر نستبدل؟ نحط يعني شو يعني حبوب؟ أيوة. شو يعني بروتين؟ شو يعني كوجبة غدا؟ مثلا نحن وجبة الغدا الحبوب اللي أكثر شيء متعارف عليها رز، فريكة، معكرونة، بطاطا، برغل مثلا. هلأ كتير مرات نحن ننسى إنه بدنا ننوع، متلاقينا بناخد كل يوم رز رز رز، وهذا غلط. فهون هذا أول تنويع. خمس احتمالات على الأقل. لسه ممكن يطلع معك أكتر، ممكن طبعا. نودلز، ممكن طريقة الطبخ، هلأ رح نحكي عنهم أكتر. بعدين بدنا نقسم البروتين اللي هو اللحمة، جاج، سمك، بقوليات، عدس، حمص، فاصوليا بيضة، فاصوليا حمراء، فول مثلا. هون عم ناخد نحن برضو بروتين. وجزء الخضار. هلأ الخضار ده تيجي بوجبة الغداء على شكلين، ده تيجي خضار طازج على شكل سلطة وعلشان تعطينا الفيتامينات اللي بتروح بالطبخ، وعنا الخضار المطبوخة اللي برضو بدها تشكل كمية أكبر لحتى تشبعنا وتعطينا الألياف، واللي ما كتير بتتأثر بالطبخ زي المعادن مثلا والحديد والألياف بتكون موجودة بهذا الجزء. ومنتحلى بحبة فواكه، أو مرات كتير ناس عم بيحبوا يحطوا الفواكه على السلطة ليعطوها نكهة جديدة. هلأ عم نشوف كتير أنواع فواكه سلطات عم نشوف عليها فراولة، بردقان، تفاح. فهون عم برضه نحن لساتنا بنفس زاوية الصحن اللي نحن عم نحط فيها السلطة والخضار. فهذا التقسيم الرئيسي. حلو. هلأ بيجي التنويع. التنويع هو الأهم. يعني كيف أنا هذا بدي أحوله لفعلا طبخات أسبوعية عم بطبخها يوميا. أنا كتير بحب دايما أنه ست البيت أو الأم عشان ما تتفاجأ أنه ما عندها الأكلات اللي بدها تأكلها، أنه تحاول توزعهم لمجموعة الأيام. يعني مثلا لو أنا هلأ بدي أطلع على الصحن تبعي بشوف أني أخذت من مجموعة الحبوب اللي هي لونها بردقاني أول شيء، بدي يومين أطبخ رز. طبعا مش كلنا بنطبخ كل يوم طبخة، فعشان هيك أخذنا بالاعتبار أنه بدنا نكرر الطبخة ليومين. فعم نقول رز يومين، عم نقول بطاطا يومين، معكرونة يوم أو يومين، يوم ممكن يكون إشي خبز تغميس مثلا أو أيوة. أشياء سندويشات، ويوم ممكن يكون الفريكة أو البرغل اللي هي الحبوب اللي عم تعطيني ألياف أكتر. فهون أول شيء أنا نوعت 7 أنواع من الحبوب. الإشي الثاني بدي أنوعه اللي هو البروتين. فمثلا إحنا بنقول دائما يكون يومين لحمة، يومين دجاج، يوم بقوليات، يوم سمك مثلا. فممكن أعمل رز ولحمة مثلا مع ملوخية، أو رز ودجاج وملوخية. ممكن أعمل رز وعدس مجدرة مشهورة كتير بالأردن. ممكن أعمل بطاطا ودجاج بالفرن وأدخل معها خضار، فبكون انتقلت للجزء الثالث كمان اللي هو بازيلا وجزر. هاي حاسسة لازم تكون بكل بيت على الثلاجة محطوطة مثلا. بتسهل عليك تحضري الشوبينج، بتسهل عليك أنه خلص ما تتفاجئ شو بدك تطبخي. حلو. وبتسهل عليك التنويع حتى ما تضل تكرري. المعكرونة بدخل معها فاصوليا حمراء، بعملها مع صلصة بندورة. فهون دخلت برضو أنواع مختلفة، بتحلى بحبة تمر،
بكير، يوم ثاني ممكن اعمل عرايس لحمه مثلا نحن كثير بنحبها، فعم بكون دخلت الخبز لحمه او بعمل هامبرجر بالبيت، الاطفال كثير بحبوه، وبتاكد اني انا عم بدخل برضه الخضره على شكل سلطه او شرحات البندوره والفلفل والخس اللي بتكون جوا الهامبرجر، ويوم الفريكه بالدجاج مع خضار جنبيها مع صحن سلطه، فهيك انا نوعت كثير. وطبعا ممكن اللبن والشنينه كمان كجزء من منتجات الحليب يدخلوا بالسلطه او يدخلوا كمشروب ممكن اشربه مع الوجبه بدل ما انا مثلا اروح للمشروبات الغازيه او السعرات العاليه اكثر من الاشياء اللي ما بتياها. عدو العيلة المشروبات الغازيه، عدوك عدو اخصائيين التغذيه او الاهل الواعيين اكيد. طبعا طبعا لازم كثير ننتبه لهم. فهيك بشكل عام رندا انا ما بزهق، بكون أخذت مزبوط. كمان التنويع كتير ضروري علشان نحطه. يعني أنت هلأ عندي أنا جبت لك الصحن اليوم بس مش هذا اللي تاكلي فيه، مش كتير كبير هذا علي، لا أكيد. فأنا بعطيك من مجموعة النشويات، شوفي كيف أنت ممكن توجزيها كل يوم. عندي رز، رز بني أو أوكي أحط إيش ولا بدي أشوف شو بدك تطبخ اليوم مثلا؟ اليوم اليوم شو بدك تنقي من هدول النشويات؟ يلا بنحط رز لأنه عندي العيلة بحبوا رز. أوكي. رز هلا انا بدي انصحك كمان تحاولي تجربي رز البني مثلا، نعمل الرز نص نص اللي نص نص بنخلطهم مع بعض، فبكحطها مع بعض بكون دخلت شويه الياف اكثر. حلو. طب أوكي. شو بدك تطبخي مع الرز؟ شيء البروتين رح اعطيك البروتين. يلا عندنا دجاج لحمه سمك. طيب ليلى بتحبي الدجاج، بنعمل ليلى دجاج رز ودجاج. شو طيب خلص عرفت اليوم؟ خلص انا عرفت ايش بدك تطبخ اليوم. خلص هاي دجاج. اوكي حطينا. اذا اوكي هلا هدول بدي تكتري منهم اللي هم الخضار. بكتر. بدك تعطيني سلطه وبدك تعطيني شيء كمان مطبوخ مع الرز والدجاج. طيب اذا السلطه، السلطه بحب احط فيها فلفل احمر، بحب احط في ملوخيه عندك هون؟ صعب لانها اجنبيه، لما اطبعهم عربي بحط لك ملوخيه. خلص حطي خيار للسلطه. ما بدك تحطي، ما بدي اعمل الطبخه، بدها لحمه. احتارت رندا شو بدها تطبخ اليوم. لا اسمعي شو رح اعمل، شو اسمه اقول لك شو عندنا. لحمه لحمه اوكي بدي اعمل لحمه اسهل لي هيك. بدك معها بازيلا مثلا؟ ايوه لانه يخلي في باذنجان. باذنجان اسمعي شو لحمه اوكي باذنجان وبندوره هذا المطبوخ. فاصوليا هون. وين المطبوخ؟ مع بعض مع بعض بنفس الطبق. اوكي اذا المطبوخ بدي رح احط معه فلفل ملون وباذنجان اوكي وجزر. اوكي جزر الشمندر بالسلطه. الشمندر بالسلطه بصل وتومه اكيد هدول اهم شيء كثير بنحكي عنهم قد ايه مضادين للاكسده. بستعمل السطر اللي تحته. سبرغس لا ما بدنا. فاصوليا بازيلا. شو طبختي لنا اليوم يعني بالاخر؟ بالاخر بتعملي لا صينيه لحمه مفرومه مع باذنجان بندوره. بدي بندوره. عندك بندوره؟ لا ما ليش بندوره؟ اشتري لنا بندوره بليز. بندوره احنا طلبتي جزر قبل شوي. وجزر وبازيلا. المره الجايه بجيب لك بندوره وملوخيه. وصحن السلطه فيه خيار اوكي وخس، حبيتها هاي اللعبه، وبروكلي شوي وحطينا خس. ممتاز. فشفتي كيف قديت عبى الصحن خضار؟ هذا اللي احنا اكثر شيء بنركز عليه. شو بدك تحلي؟ فواكه. طبعا وين الفواكه؟ هاي حبه فواكه برضه. الفواكه في بطيخ كتير. اكيد في بطيخ، في جعبير. هاي بطيخ اول واحده. جعبير جعبير بطيخ صح. طيب هاي بطيخ بدك تعملي جنبيها لبن مثلا؟ نسينا نسينا اللبن. شوفي هلا ممكن، شوفي اذا ما اخذنا مع الوجبه ممكن انه بعد الظهر بنعمل مثلا لبن مع الفواكه بنتحلى عليهم. هاتي لك حبه فواكه. لبن وتفاح مثلا. برافو. لبن وتفاح او لبن ونجاص. فين التفاح؟ مو ستروبري كثير طيب. الفراوله مثلا فراولة. مع شمام. شمام هلا موسم بتشحي بتشحي ريحتها. قالوا لي بالاستوديو يعني ريحه الباذنجان مع اللحمه. فهيك نحن وزعنا طبق رئيسي كامل، طبعا بنحط كميه زيت قليله لحتى ناخذ فيتامين اي وبكون نوعنا. فشفتي اخذك وقت كثير قليل لتحضري طبختك، بس لما بتكوني محضره بتطلع طبخه مشهيه اكثر وفيها خضار اكثر. كثير حبيتها عن جد رزان. والشوكه جاهزه. والشوكه جاهزه. واكثر شيء حبيت هون انه هذا عن جد خلص هيك ايش بتقولي بالنظر بحفظها الواحد، انه نصها خضار وفاكهه، الربع زي ما قلتي النشويات، والربع البروتين اللي هو سواء بقوليات او دجاج او لحمه او ايش بدك. وهذا على كل وجبه رندا. كل وجبه فطور غدا عشاء سناك بنقدر نوزعه على كل الوجبات. أها. وبالالعاب للاولاد الصغار لحتى هذا يعني خلص هذه هي قاعده
هذا للصغار. كثير حلو عظيم. شكرا رزان. ممكن تغير الطعم الصحون وتشتري زي هذا. لا لا اكيد. بعدين تصير قدامك كل يوم. احنا يمكن خلصنا مرات بقول انه يمكن افضل انه الصحون اللي احنا متعودين بنسكب على الطاوله وبناكل حواليها واحنا دائما عندنا بالبيت، يعني جوزي دائما بيقول لي ليش ما بتحطي الاكل ونحن نسكب ونقعد، عشان الواحد لما يكون الصحن قدامه بدل كل شوي يزود. رح اعطيك حل وسط، اسكبي وقيمي الشوكه والمعلقه بس تخلصي، يعني سكبتي الاكل ضلوا هيك وخلصتي صحنك وقيمي الشوكه والمعلقه حتى ما ترجعي تاكلي مره ثانيه وضلي قاعده على السفره. بس انا كثير عم بستفيد منكم رزان عن جد كثير، بحس انه خلص هدول الاشياء صاروا كثير معلومات يعني بديهيه صارت معي جزء كبير منها. شكرا رزان. شكرا لك. نستنى منك اذا المره الجايه عن العشاء او السناك. اوكي منشوف. وبعد رمضان احتعامتان توعدينا بموسم هلا رح نبدا نحضر له قبل رمضان، لكن الموسم رح يبدا بعد رمضان بس رح نبدا نعلن عنه بالاسابيع الجايه. واللي بحب يشارك اكيد تابعونا لنعرف شو هو مفاجاه رزان للموسم الجديد من غذائك صحتك.